بسم الله، ان شاء الله نتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، وازاي بنعمل بلانات او سكاشن بالماتيريال بتاع الشكل بتاعنا. انا مثلا عاوز اخد مقطع شبه ده للمنشأ ده، ازاي انا بقدر يعني مثلا بحيث ان انا اوصل الشغل بتاعي بالشكل ده، او بالشكل ده، هو نفس الشكل، او بالشكل ده بالماتيريال تبعها. ازاي انا بعمل الموضوع؟ الموضوع بسيط جدا في برنامج الارشيكات، بدون بقى ان انا اخش في موضوع فوتوشوب واحط الماتيريال واقعد اما اجي الفوتوشوب عشان اعمل ماسك اب بتاعي. بقوم جاي هنا مثلا دي المنشأ بتاع اللي انا عاوز اعمله اللي هو الشغل ده. بقوم جاي واعمل كليك يمين واعمل شو سيليكشن، وأقوم جاي واقف هنا أعمل إيه سري دي أعمل سيتنج بتاعتي، وأقوم أخش على البروجكشن بتاعتي وأقف هنا. دي المساقط اللي أنا هشتغل عليها. أنا باجي قبل ما أعمل أي حاجة بقف مسقط التقريب اللي أنا عاوزه اللي هو مثلا الشكل ده، لأسباب هوضحها بقى دلوقتي. أقوم جاي هنا السيتنج، أقوم جاي هنا قال له أنا عاوز لي مسقط جانبي اللي هو المسقط ده. نيجي نشوف المسقط بتاعي، هات المسقط اللي أنا عاوزه أو السكشن بتاع اللي أنا عاوزه بالشكل ده. بقوم جاي هنا، بقوم جاي مثلا بقوم عامل سيليكشن أو اختيار، وأقوم جاي أعمل سيف أز وأسيفه زي ما أنا في سيفت بقية الشغل دوت اهوت. اسيف زي ما انا عاوز، بقوم مسيف جي بي جي، لازم اهم حاجه جي بي جي، وبسيفها. وقبل ما اعمل بخش على الاوبشن واقول له انا عاوز الجوده بتاعت عاليه، واعمل بيست تيبس، وممكن اعمل كارر ويز الفا شانل او هاي اكيورسي كارر ويز الفا شانل او بلاك اند، بسيفها. طب انا عاوز دلوقتي اخد سيكشن جوه، ازاي انا اخد سيكشن جوه كده؟ انا بقرب مفيش اي حل للموضوع ده. بقوم جاي بعمل روتيت عادي، بقوم جاي هنا على الثري دي كاتوي، بقوم جاي مفعلها، بس لازم اقف في بقف كده يعني بحيث ان اقف كده عشان الشكل يجي مظبوط. بقوم جاي هنا ماسك الثري دي كات، بقوم جاي هنا اهوت بيظهر لي زي نظام القطع بتاعي السكشن اللي انا عاوزه، واجي اقف في المكان اللي انا حابه. بقوم واقف يعني انا عاوز اظهر قطاع بتاع استوعب مش مخلصي، عاوز اظهر القطاع بتاعي مثلا وليكن بالشكل ده. وقوم جاي قايله انهاء، وقوم جاي واخد السكشن بتاع ادي السكشن بتاعي اهوت زي ما انا حابب. بقوم جاي على السيتنج، وجاي ممكن من غير ما اعمل اللي هو الشكل ده، ممكن اجي هنا اقول له اعمل لي ده صفر واعمل لي ديت سالب 180 واعمل ديت، او يعني او ممكن اجي هنا اقول له اعمل لي الشكل ده. بس طبعا بقوم جاي هنا لاجي عشان ما يظهرش اي حواف للمنشأ بتاعي، واقوم جاي هنا خلاص كده خلص الموضوع، واخد السكشن بتاعي زي ما انا حابب. تمام، دي الشكل بتاعي خلاص. بقوم جاي هنا عامل عشان بقى او عامل ديليت اول بحيث مش هيرجع زي ما هو. طبعا عاوز اعمل بلان بتاعي، طبعا بقوم جاي اعمل البلان نفس ال اقوم جاي هنا مفعل الثري دي كات، واقوم جاي البلان. تمام، واجي اعمل واقف هنا بالتقريب كده، واعمل سيتنج بحيث ان المسقط يجي زي ما انا حابب اهوت. دي الشكل بتاعي. ممكن اجي هنا اقول له ده تعمل لي ده صفر، وأقول له مثلا أقول له ديت خلي ديت صفر، خلي ديت 90 صفر، خلاص أهو الشكل زي ما أنا عاوز أهوت. خلاص دي المسكب بتاعي اللي أنا عاوزه زي ما أنا حابب، وأدي القطاعات بتاعتي كاملة مكملة قطاعات زي ما أنا حاببها. طبعا ممكن أقدر أغير في خامات المنشأ بتاعي، دي تواليت، دي مطبخ، دي حمام، ودي الأوفيس بتاعنا، دي نفس الكلام. بقوم جاي هنا أعمل
بوتيت زي ما انا حابب يعني. دي الموضوع عموما. طب في ملحوظة، ازاي انا بلغي الخط الازرق بتاع دوت؟ بقوم جاي هنا عامل سيلكت على الويندو كلها تم، واقوم عامل سيلكت اول، واقوم جاي اخش على السيتنج بتاعتها، اقوم داخل على السيتنج بتاعتي، واقوم جاي بقوم جاي هنا في الاوبننج لاينز اللي هي، واقوم جاي مفعل الخاصة ديت، واقول له الاوبننج لاين الغيها لي، اقوم لغى لها له كده لغى لي. ونفس الكلام مع ايش البان، نفس النظام دي اللي انا عاوز كده يعني. الفيديو كده خلص، والسلام عليكم.